شهد محافظ دمياط أيمن الشهابي الاحتفال بعيد الفلاح حيث افتتح معرض الإنتاج الزراعي، وسلم محافظ دمياط 9 عقود ملكية أراضي زراعية مقدمة من هيئة الإصلاح الزراعي، كما كرم الفلاحين والمزارعين المتميزين في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة من مختلف مراكز المحافظة. لأول مرة بنعمل معرض زراعي، معرض منتجات زراعية حاليا في كل المنتجات الزراعية، العسل والجبن، جميع أنواع الجبن، وفي برضو معانا قسم بيطري جايبين تحصينات، وإذا حد من المزارعين يحتاج حاجة يسأل دكتور طبيب بيطري متوفر وموجود في المعرض. بالإضافة إن احنا سلمنا النهاردة عدد، سيادة المحافظ سلم عدد 9 عقود أرض إصلاح زراعي للمزارعين. مديرية الطب البيطري بدمياط بتقوم بتأدية الخدمات الطبية البيطرية للمربين والفلاح. عندنا إدارات الوقاية بتقوم بعملية التحصين، وإدارة التلاح الصناعي بعملية التحصين الوراثي، إضاءة الإرشاد البيطري بتقوم بعملية الإرشاد للفلاحين. جميع الوحدات البيطرية المنتشرة على نطاق المحافظة بتقوم بالرعاية الشاملة للماشية والحيوانات المفقودة بنطاق هذه الوحدات. مصر دولة زراعية في المقام الأول، بتعتمد اعتماد كبير في اقتصاديا على المجال الزراعي. العنصر الأساسي في المجال الزراعي هو الفلاح المصري. أنا رئيس القطاع البنك الزراعي المصري في دمياط. البنك عموما أنشئ من أجل خدمة الفلاح المصري وخدمة الزراعة المصرية. البنك بيقدم حزمة كبيرة جدا جدا جدا، يعني هو البنك المتخصص في المجال الزراعي، كل ده لخدمة الفلاح والخدمة الأرض الزراعية والخدمة المجال الزراعي عموما. توافقا مع عيد الفلاح فتم اختيار اليوم ده لإقامة المعرض ده، يعني لأن ده عيد الفلاح 72 في مصر، بس هو ده المرة الأولى إن محافظة دمياط يعني يحصل فيها تنظيم لمعرض منتجات زراعية بالصورة دي تزامنا مع عيد الفلاح. واحنا هنا بنشارك بمنتج عسل نحل خام بيور. العسل ده كله انتاج مصري، يعني كل ده من انتاج الحقول المصرية. تم اختيارنا من مديرية الزراعة. احنا بفضل الله اول مصنع يصنع شمع اساس في دمياط. الشمع بتاعتنا بتتميز ان هي ما فيهاش اي مواد صناعية ولا عطور ولا الوان ولا اي حاجة، طبيعية 100%، سريعة المط، والنحالين هيفهموا كويس قوي الكلام ده، والحمد لله يعني النحالين كلهم بيشكروا في الشمعة بتاعتنا. الفلاح المصري هو عصب البلد، هو اللي شايل البلد على كتافه. الفلاح المصري من أنشط فلاحين العالم. الفلاح المصري بيخاف على أرضه، بيراعي أرضه كأنه بيراعي الطفل. الفلاح المصري بينزل أرضه من الفجر ما يروحش إلا العشاء. النهارده بنحتفل محافظه دمياط بوجود السيد المحافظ، وشايفين المعرض قدامنا، وشايفين تكريم ان شاء الله للفلاحين، ويوم جميل ان شاء الله. كل عام بيتم في مثل هذا اليوم، وكل عام وحضراتكم طيبين. بشكر القائمين عليه، وبشكر السيد رئيس الجمهوريه على المبذول اللي بيجهده للفلاحين وعيد الفلاحين. وانا رئيس جمعيه تسويق المحاصيل من المحافظه، واحيي كل المنظومه بالكامل اللي قامت على هذا العرس الجميل في هذا اليوم الجميل.